دي سماعة السقف اللي الماكسيمم واتج بتاعها 6 واط وعليها ترانس عشان يرفع المقاومة بتاعتها من 8 اوم إلى حسب اللي مكتوب على السماعة. لو أنا استخدمت طرف الريد هتبقى المقاومة 1666 اوم، ولو أنا استخدمت الطرف الأبيض هيبقى المقاومة 3333 اوم. طب أنا لو استخدمت طريقة التوصيل طبعا الاسود كومون، فأنا مرة يا إما هوصل اسود أبيض يا إما هوصل اسود أحمر. طب هيفرق إزاي وإزاي الحسبة هتختلف؟ لو جينا بصينا هنا، أنا عندي معادلة بسيطة خالص بتقول إن الوات بيساوي مربع الفولت على المقاومة. والفولت دلوقتي هو اللاين فولتج بتاع الأمبليفاير اللي هو 100 فولت أو 70 فولت. أنا لما بوصل السماعة على 100 فولت على نفس طرفين التوصيل بتاخد مثلا 6 واط. طب أنا لو نقلتها من 100 فولت ل 70 فولت، السحب بتاعها بينزل من 6 واط ل 3 واط. طيب يبقى أنا الفولت عندي هو اللاين فولتج اللي موجود على الأمبليفاير. الأمبليفايرات غالبا بتبقى اللاين فولتج بتاعها 100، والمعادلة بسيطة خالص، الواط المسحوب هيبقى مربع الباور على المقاومة. طب هو بيقول لي ان انا الطرف الريد المقاومة بتاعته 1666. طب لو حسبنا بالمعادلة كده، الواط اللي هتسحبه المقاومة في الحالة دي يبقى 100 في 100 اللي هو الفولت سكوير على المقاومة اللي هي 1666 بتساوي 6 واط. يبقى انا لو وصلت السماعة دي ما بين طرفين البلاك والريد هتسحب 6 واط. ولو جينا حسبناها مع مقاومة الطرفين اللي هم الاسود والابيض، الاسود والابيض مقاومتهم 3333، هنحطهم في المعادله 100 في 100 على 4 3 يساوي 3 واط. يبقى انا لو وصلت السماعه ما بين طرفين الاسود والاحمر هتسحب 6 واط من الامبليفاير. لو انا وصلتها ما بين الطرفين الاسود والابيض هتسحب 3 واط. والمعادله بسيطه جدا ودينا شفناها، ممكن نحسب الكلام ده لاي سماعه موجوده بس اعرف المقاومة بتاعتها كام وابقى عارف اللاين فولتج بتاع الامبليفاير اللي انا بوصل عليها لو 100 ولا 70. شكرا.